طريق أمان، والموضوع تكوين في السياقة البلقطة مع خبير السياقة بالمهدي العزازي. صباح الخير أستاذ العزازي، مرحبا بك في البرنامج. الله يسلمك، السلام عليكم المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا أستاذ العزازي. الأكيد أنه بعد ما تكلمنا على تقريبا ليقعوا فيها المتدربين وحتى اللي لازم تجنبوها خلال والقيادة، اليوم حبينا نتكلموا على البرامج التكوينية، على التكوين في السياقة. هو واسع جدا، سواء في سياقة للمركبات السياحية، سياقة الشاح. أولا، ما هو التكوين في السياقة؟ حبينا نفهم ما هو وما هي أهميته. التكوين بحد ذاته على كل حال ينقسم كما كنا كما عندها التكوين ديالها، وكل عمل من هذه الناحية عنده التكوين تاعو خاص. في تحرك المركبة كاين تكوين خاص، وكذلك في مختلف المركبات كذلك، حتى الحمولة عندها تعامل معها خاص، يعني تعامل مع السائق، تعامل مع الطريق، تعامل مع المركبة، تعامل مع المحيط، الحمولة مع الأوضاع، يعني مع السرعة، يعني موضوع واسع جدا، يعني شيء ما نقدرش نحصل في شويعة أو ساعتين ولا، يعني شيء الموضوع يتطلب أكبر من هذا. لكن إذا تكلمنا على التكوين بحد ذاته أهميته، أول شيء هو القبول، قبول والطلب. هنا ربما تقول لي كيف أقول لك طلب التكوين هو يكون من عند أولا. وإحنا مع الأسف، يعني مع الأسف تقريبا كل المترشحين يبحث السياق، يبحث على رخصة السياق بطريقته هو بطريقته هو، كان نربح الوقت ونربح المال. يعني المال، نربح المال، وهذا أول مشكل في التكوين. أول مشكل، يعني هو ما راهوش متقبل التكوين. التكوين يعني يخلق لنا نوع من الاخر. لهذا احنا وين لقينا الصعوبه؟ راهي في المتربص بحد ذاته، يعني المتربص الومام. يقدر يروح لعند اللي يقدر يقول لك هذا يبطا، يقول لك هذا ما يبطاش، هذا كذا، يعني يولي خايف. مع الاسف عوض باش يكون تنافس، عوض باش يكون التنافس في ميدان المضمون، في ميدان، ولا التنافس في ميدان السوق، مجمع الاموال في المتربص، ولا التنافس في وين يربح الوقت وين يربح المال. يعني خرجنا على الاطار تاع التكوين، هدف من التكوين، خرجنا هدف التكوين. طيب، اكيد انه اي شخص في اي مجال يحتاج الى التكوين، والتكوين لازم يكون متواصل، يعني مش فقط سياقه صافديغ راك تفهم وتفهم في كل انواع السياقه، لازم تكون مع الوقت والخبره ايضا. لو نتكلم الآن أستاذ العزازي حول البرامج التكوينية، نعم، الجانب النظري قبل أن نذهب إلى، هل البرامج التكوينية الحالية لما هي موجودة في بلادنا، الجانب النظري تحل المواضيع التي تهم السائق؟ الجانب النظري تهم، يعني راهي كل بما فيها كما تكلمنا على الكود لاروت، كما تكلمنا على النصوص، وخصوص يعني اللي عندنا شوية قانونية تقصد؟ النصوص قانونية، نعم، النصوص التكوينية الحالية، البرامج التكوينية هي موجودة النصوص القانونية، لكن هادشي الحق لها، يعني باش احنا السائق يحفظ لك، كي ما نظنش باللي يقدر يحفظ لك كل النصوص، اما الاشارات يعرفها تقريبا كل السائقين، يعني هنا كي نتكلموا على سبب الحادث باش نقولوا الحوادث. التكوين النظري ماذا ينقصه حاليا؟ يعني كرأي ينقصه تطوير التكنولوجيا للعمل. مثلا ما زلنا مع الاسف الطابله والمائده وندوروا عليها ونتعلموا في كتاب كتيب هذاك، وهذا يعني طريقه غير بيداغوجيه وما تشجعش السائق، ما تخليش باللي خاصه السائق الحديث،
سعيد. سائق الحديث اقصد بالناحيه التكنولوجيه. كما كانت الاستاذه تكلم وين وصل بالتكنولوجيا، منا وين وصلنا بالتكنولوجيا، وحنا مازالنا ندور نطبسوا عليه ونتعلموا عليه، يعني هذا شيء مؤسف. حنا تكلمنا في الحصص اللي مضات وقلنا ماذا بينا يكون عندنا انصار في كذا طاشو في كذا في كذا حتى تعطي كيفاش نقولها، تعطي بيئه تاع تعليم، يعني بيئه تاع يعني عندما نتكلم على البيئه الاكيد انه المده، مده تجسيد جدا، هل المده كافيه؟ المده كافيه اذا اغتنمناها، يعني استعملناها كامله. لكن انا واش بديت لك في الاخر في بدايه الكلام، سائق ماذا به يعني المتربص والطالب المترشح لرخصه السياقه، ماذا به يروح عند نوطو يكول اللي ما يعلم. لو كان يسمع باللي انا نوطو يكول يعلم مليح ويبطا مليح ما يروحش ليه، يعني بكل صراحه. المعلومات اللي خديناها شفناها من المحيط ديالنا، كان ما نروحش لهذاك يبطا، كاين اللي يقول لك بلي هذاك يعني يعطلني بزاف، هذاك يشبع بيا الوقت بزاف، نبقى عنده بزاف، وهذه الشيء مش مليح ربما سيد. احنا 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 شوف عندنا نوعيه التكوين، عندنا المضمون، زائد النوعيه، ولكن يبقاو دي بروسيدور، هذوك لي بروسيدور هذوك اللي السائق المترشح ما يحبش فيهم، ماذا به يفوت هذو لي بروسيدور هذو. هنا اللي وقع الخلل، يعني السائق يخرج تقريبا، يعني ما نقولوش كل يخرج ناقص في التكوين. كاين بعض الناس اللي تلقاهم شراوا سياره حديثا اللي عندهم شويه ضرر، اكيد نباركوا لهم على السياره الجديده ونقول لهم هنيئا، لكن هما كيفاش تحصلوا على رخصه السياقه؟ وهذا مشكل، يعني كي نشوفوهم في الطريق نشوفوهم يديروا مخالفات شخص غير مكون، وحتى انه الساعات هذيك الاضافيه اللي يديروها بعد ما يتحصلوا على رخصه السياقه. يا سيد العزازي بون اسمح لي، دوك بالنسبه للمخالفات ما كانش بزاف، بالنسبه للاخطاء كاين بزاف، يصيروا بزاف اخطاء، كاين اخطاء على النظري، الاخطاء يكون في التطبيقي بزاف، وين يكون في التطبيقي بزاف. لماذا؟ نعطيك مثال، اي حادث مرور، اول كلمه نقولوا ما احترمش القوانين وما احترمش كذا، لكن هل هذا السائق عنده تكوين كامل؟ دار تكوين كامل، لان عمليه السياقه هي عمليه حركيه وليست عمليه ذهنيه، شيء قام به كحركه، يعني تعامل فيزيائي. نعم. تعامل فيزيائي، دخل في ميدان الفيزياء وخدا دروس يعني فيزيائيه، قال السرعه تساوي كذا، دخلها في راسه، ام انه خدا التطبيق، هذه ممنوع هذه ماشي ممنوع هذه كذا، يعني كاين اللي تتابع الاشارات وكاين جانب فيزيائي وهو التحكم. هي الحقيقه. وهي الحقيقه في الميدان. هذيك الحقيقه اللي يلقاها السائق في الميدان، احنا قد يتفاجئ بها، لانه ما قراش الجاذبيه، ما قراش القوى الطارده، ما قراش ربما الفيراج، ما قراش كيفاش يحتر، كيفاش يقيموا. هادو كلهم ما درسهمش. يجب تدريس هذا نوصلوا لهذا الشيء، لكن احنا المشكل ما راهوش في مدرسة السياقة، مدرسة السياقة تعطي له. أين هو المشكل هنا؟ المشكل أنا في المتربص، يعني في المتربص الومام، يعني المتربص الومام. كيف قولوا لك، كان البرنامج استسمحك فقط حتى لا نتحمل على المترشح، لأن المترشح لا يملك معلومات أمور تقني، هو من المفروض أنه يكون عنده هذه المعلومات، حتى إلى ما كانتش في البرنامج، يعني من الذمة الشخصية والتدريسية، يعني أستاذ عنده تكون عنده ذمة على الاقل، أكيد. انه يعلم اضافي، يعني يتحمل هذه الامور يعلمها للمترشح. هنا راك فرصة اللي لازمنا نتكلموا عليه. هل احنا التكوين، يعني احنا تكلموا على التكوين، ما نتكلموش على الشخص بحد ذاته، على التكوين، يعني على التكوين. طبعا اي شخص، هل مستوى التكوين اللي عندنا حاليا وصل الى درجه اللي تتكلم في العوامل الفيزيائيه، ونتكلموا عليها في العوامل الفيزيائيه؟ انا اعلم
انا اسال مازال مع الاسف ما عندنا بار اكزومبل نعطيك انايا ان اكزرسيس واسمو ليفيتمون دو كوليزيون وكان تعلم تجنب الاصطدام تجنب الاصطدام كاين واسمو كاين ان اوتر اكزرسيس يقول لك يعني كيفاش الانسان يحافظ على المسار ديالو المعالم البصريه المعالم البصريه كاين ما هو السبب تاع الاصطدام كاين بزاف ديال الاكزرسيس كاين بزاف تمرينات يعني قياس الخطر يعني في بعض الدول العزازي كاين واحد البرنامج مهم ربما ندرتشو دائما عليه في قبل المباشر برنامج العقبات هذاك اللي بالنسبه لهم هو اصعب يجتازه المترشح احنا للاسف الشديد ما عندناش هذا البرنامج يعني هذاك البرنامج يتعلم فيه التوقف فيه الجاذبيه يتعلم فيه عده امور قلنا احنا ككل عوامل فيزيائيه ككل اشكو هذا السائق يولي جزء من الفيزياء صحيح يصبح جزء يقدر يتعلم هذا يعرف وين يحط نفسه ويعرف كيف يتعامل مع هذا كل العوامل مع هذه البيئه اللي راهي البيئه الفيزيائيه لان الحادث هو عباره عن خلل فيزيائي وسوء تقدير اكيد هو خلل فيزيائي يقدر يكون سبب سوء تقدير يبدا يكون لكن يبقى دائما خلل هذا لانه هو كان في سرعه معينه وما عطلهاش يعني التحرك او ما عطلهاش اللي لازم يخرج عن السرعه ويدخل في التسارع اذا دخل في التسارع اسال استنادا لبعض كما يقول لك الانبوت اللي هي المدخلات اللي تلحقنا من قبل المشاهدين حتى انه في مدارس تعليم السياقه ما يعلموناش ما يقولوناش كي تلحق بون بوا ولا دوزيام ولا تبقى تخوازيام يعني هذه الامور بسيطه ما يتعلموهاش عند يعني لو يتكلم واحد نقولوا معليش هناك عده مشاهدين يقول لك هذه الامور البسيطه الخطيره نوعا ما يعني كي ما نعرفوش كيفاش ندخلوا غون بوا اللي هو شيء مهم جدا وقد يكون مشكل في التكوين احنا كي تكلمنا من الاول قلنا باللي كاين نسبه كبيره يتحملها المتربص هو بذاته لماذا؟ لأن المتربي يدخل عند نوتويكول إذا كانت نيته باش يتعلم نوتويكول ما راحش يرفض له التعلم إيه إذا كان طلب من نوتويكول طلب من المدير أو من المورن ها واش نحب نفهم ويطرح الأسئلة واش أكيد ما يبخلوش في الأسئلة لكن إذا كان الهدف ديالو حنا تكلمناها من الحصص الماضية إذا كان الهدف تاعو هو الحصول على الرخصة ثم يخرج إلى المجتمع يخرج المجتمع وبعد ينبع ظاهر بهذاك المجتمع واللي ما يعرفلوش لانه لماذا في, 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 في التعليم هي نظن هي سي لا تروازيام هي 80 بالنسبه على الاقل انا نظن ما كاش يعني المبتدئ ما يقدرش يسوق اكثر من 80 هذا يخرج كيخرج يدير بلاكه تاع 80 هو كان يسوق ب 60 وكان يحرك بالحرايح له وبعد يخرج له طرق مازال يعني تتوقف المركبه وتطفالو هناك مشاكل كبيره يروح غير بالعقل انت لم تجب حول السؤال نعود فيما يتعلق بالمكونين كل شخص وكل استاذ وكل معلم وممرن للسياقه يعني لو نتكلم التكوين هذا الممرنين تاع السياقه هم في حد ذاتهم يحتاجوا الى تكوين أكيد. أكيد. العزازي اكيد انت انا اعتقد كما انت لان لماذا لان اكثر من 40 سنه اعطيك كمثال بنفسي اكثر من 40 سنه ما زالت نفس الطاقه وكاننا شفت. نتوارث المعلومات يعني المشكل هنا راه المشكل في التوارث المعلومات نسميه توارث المعلومات مع كل احترامي للمعلمين اللي كاين ما نعموش باش ما يعني ما نعموش كاع الناس مي كاينه ناس اللي راهي تطور في التعليم ديالها وكاينه ناس اللي راهي تدخل في التكنولوجيا وكاينه ناس اللي راهي تقوم كيما نقولوا بتطوير بمحاكاه اجهزه تاع محاكاه يديروا لهم كانكم في السياره بدون لا سيميلاسيون وحده متوفره ماهيش غاليه سيد العزيز الله اعلم غاليه لا سيميلاسيون هذه يلعبوا بها حتى الاطفال في المنازل احنا شو ان سيميلاتور تاع ان كاميون ان سيميلاتور تاع لا ما نقصدش على عنده خصوصيات اتكلم على السياره فقط ان سيميلاتور تاع فيكل انا نظن غالي شويه ربما 50 مليون
بون بالنسبه للمركز التعليم تدخل في الانفستيسمون، تدخل في اذا هذا لوطو ايكول، هذا لوطو ايكول جا ليها متربص مثلا 3 مليون ولا 4 مليون ولا ما عارف شحال راهو يسوى البيرمي اللي ما نقدروش ندخلوا في السومه ديالو. والمشكل هنا لان السومه السيد العزيز استسمحوا يعني تثير نقطه مهمه جدا اللي هي تسعير الترخص السياقه مقننه والقانون واضح فيما ذلك. نلقاو بعض العروض يعني يروحوا عندي رخص السياقه هل طلبه بعد طالب يروح يقدم عند هذاك رخص السياقه باش يجيب رخص السياقه، السياقه اكثر لانه يزيد يقولوا جيب لي 500,000 تاع تاع الانجينيور وجيب لي هذيك تاع هذيك يلحق ربع ملايين. شوف انا اقول انا اقول لك تقنين تقنين رخصه السياقه انا ضدها، لان اولا العلم لا يساوي ما نقدرش نساويه بالماده. جاب المواطنين ايضا لا نستطيع ان نفرض عليهم مبالغ خياليه في هذه الحاله. كيف لو بيرمي دو كوندوير يجي بسومه رخيصه طور المدرسه ديالو 3 ملايين مش رخيصه فهمت؟ لا لا 3 ملايين هو سعر السعر انا ما نتكلمش على التقنين بحد ذاته، نتكلم على المبلغ ككل. اي انا عندما اطرح سؤال يجب فقط ان نعالجوا الواقع كما هو، يعني لو نتكلموا على 3 مشح واحد ونزيدوا ندخلوا عليه هذيك الاشتراكات تاع الامتحانات يعني هي مبلغ منقد. بصح ما تنساش انا دوك على كل حال ما نضربش على هذا ولا نضرب على هذا. انا لا حنا ما نضربوا حتى على هذا، هنا الواقع كما هو. الواقع كما هو. ونسال. صح انا في عندنا الحق نسقسي باش انا نزيد اسما دخلتني في باب واحد اخر. انا كي نعطي لك هذا لو كونديدا اعطاني 4 مليون 3 مليون 400 ولا 3 مليون 5 هكذا ويختم دومبرياج اللي يدير 5 مليون ويزيد يحبس لي الطوموبيل لمده سمانه. فهمت؟ وكيفاش راه كيفاش راه يعني ما لازمش نعطيو كيشو الاهميه للماده قد ما نعطيو الاهميه للعلم، لان قادر يخسر لي قادر ما يخسر لي ولا يعطل لي السر عليها مانيش عارف. خاصه لو سيستم دومبرياج هذا هو اللي راح يتاثر، لان الكونديدا يستعمل بزاف لومبرياج الاكيد انه في الجلسه هناك مدارس نموذجيه حقيقه تقدم برامج يعني بشكل جميل جدا، حتى انه السيارات تاعهم سيارات مجهزه يعني بشكل رائع حقيقه. لو نتمثل هذه النماذج التي يجب تعميمها سيد العزاز، لو نتكلم فقط على التعليم بطريقة عرض الرقمي للصور والتفاعل أيضا هنا هذه النقطة كيف بسيطة جدا ما تحققش إمكانيات كبيرة لا أنت يعني هنا نذهبون نتكلموا على أن تكون من قبل مراكز التكوين على الأقل. أكيد تكون مراكز تكوين. ذكرتني حتى التعليم التطبيقي، التعليم التطبيقي لقيت واحد الفراغ، الفراغ هذاك ما هو؟ انه المعلم بعض المعلمين ما نقولوش ككل، بعض المعلمين يقوموا بملاحظات وفي نفس الوقت اللي يكون يقود فيه الانسان المتربص يسوق. هنا المتربص راهو او خايف من المجتمع او خايف من المحيط، نبهو باللي ما راهو يسمع والو. ما راهوش يسمع. لذا احنا قلنا كي يكون يعني المعلم او كذا بعد الملاحظات يكونوا في قاعه ويكونوا كاع الناس تسمع. اللي هو الديبريفينغ اللي هو ولا الاخطاء قال هم الاخطاء هم كذا هم كذا. احنا وهذه تصب كلها في تطوير التكوين، يعني نطوروا طريقه التكوين. المرشح ايضا مطالب انه يتكون بنفسه، التكوين هذا مش يتلقاه فقط في لوطو ايكول، حتى هو عنده الوسائل الحديثه تاع يوتيوب، عنده انترنت يقدر يشوف فيها. ويعني مشكورين بعض مدارس السياقه راهم يعلموا مجانا في اليوتيوب في منصات التواصل الاجتماعي، يعطيهم الصحه نحييهم. كما ذكرت انت في الميدان التكنولوجي هذا
حنا السائق سي يخرج من لوطو يكون يدير في باله باللي مازال ما يعرفش يسوق. ختموا بها تفضل. مازال ما يعرفش يسوق، ما يقولش باللي انا صاي دوك انا خرجت من لوطو يكون نروح لوطو روحر. مازال لازم يعرف باللي انه حتى يتاقلم مع الاوزان، يتاقلم مع السرعه، يتاقلم مع كلش، ومن بعد مع الوقت تكون هذيك الخبره. نتمنى تكون فيها جانب علمي اكثر من الجانب الخبره، خاطر تقدر تكون في خبره كما نقولوا، لانه ربما انا افهم من كلامك انه الانسان كي تكون عنده المعلومه يخاف اكثر لك انا نقدر لها، صحيح؟ اكيد اكيد. الانسان اللي يكون يعرف يخاف، اللي يعرف مثلا يعرف فرج اللي ما يقدرش يتحكم فيها في سرعه معينه يخاف منها بيحذر. شكرا لك سيد المهدي العزيز خبير السياق على كل هذه المعلومات. نلتقي ربما حلقة جديدة وموضوع جديد. شكرا جزيلا لك.